ما هو السند لفضل الشيخ مصطفى عبد الرازق، وايه مفهوم السند المصري؟ السند المصري هو السند الذي فيه العلماء المصريون في روايتهم للكتب أو في روايتهم بعد ذلك للقراءات أو الأحاديث، لأن مما من الله به على أمة الإسلام هي قضية السند، وهو أنهم لما نقول إنما الأعمال بالنيات عارفين من دلوقتي لغاية سيدنا النبي مين اللي قال الكلام ده، اللي سمعوا من سيدنا النبي عمر، عارفين عمر، عارفين امتى اتولد وامتى انتقل وتتلمذ على مين وقال الكلام ده فين، قالوا على المنبر والناس سمعته كلها. اخرجه البخاري، فالبخاري احد في السلسلة عن العنعنات دي كلها. ما حدش في الامم والى يومنا هذا اهتم بذلك التوثيق مثل ما اهتم به المسلمون. القرآن منقول كده، لينا 1000 سند للقرآن ذكرهم ابن الجزري، وطبعا 1000 دول ده الأساس لأنهم بقت عشرات الألاف. أنا عارف أن أنا قريت القرآن على الشيخ الهمداني إلا أراه على الشيخ عبد العزيز، إلا أراه على الشيخ الصحار، إلا أراه على الشيخ الجنيني، إلا معانا كده سند، يعني مش وهم. القرآن اللي أنا أقرأه الآن وحفظه وبنقوله كده هو ليه سند فيه لرسول الله، فده معنى السند. فالشيخ عبد الحليم محمود كان له سند، والسند ده كنا بحثنا عنه كثيرا وكان الناس تسأل عنه كثيرا، هو نحن عايزين سند الشيخ عبد الحليم محمود. الشيخ عبد الحليم محمود كان أعطى هذا السند لأحد الأساتذة التونسيين، والسند غريب شوية لأنه مسلسل بشيوخ الأزهر من المصريين. فالشيخ عبد الحليم محمود أصبح شيخا للأزهر، مظبوط، خد السند من الشيخ محمود شلتوت قبل ما يبقى شيخ أزهر، لكنه أصبح شيخ أزهر. خد السند من مصطفى عبد الرازق اللي هو معانا النهاردة بنتكلم فيه كده. بس مصطفى عبد الرازق سنة 45 تولى مشيخة الأزهر، انتقل بدري شوية حتى وهو صغير 47، يعني قعد في مشيخة الأزهر 2 سنين لكن أصبح شيخا للأزهر. الشيخ مصطفى عبد الرازق أخذهم شيخ الإمبابي، وشيخ الإمبابي أصبح شيخا للأزهر لمدة سنة. الشيخ الإمبابي أخذه من البرهان البجوري اللي هو شيخ الأزهر، الشيخ البرهان البجوري خده من القويسني اللي بقى شيخ أزهر. فده يقول ده سند عجيب غريب، لأنه كل واحد فيه أصبح شيخا للأزهر، شيخ أزهر، واخد بال حضرتك إزاي؟